وحتى لقيت اللي تبغيني عاد جاية تسول فيا ملي كنت انا وحدي فين كنتي وانتي يا فبراير. يونس هو انسان بسيط ماشي شي حاجة, انسان بسيط ولد الشعب ما كان موسيقي صافي عايشين كيف الناس وصافي. ما درستش على الموسيقى, الموسيقى كانت هواية عندي, كانت هواية عندي المهم. ومن هذيك الهواية بقات كتطور صافي, وكان كتب كلمات الراسي وكان لحن داك الشيء الراسي صافي. بلي باركي لقى اعجاب عند الجمهور, قريت تاع البكالوريا وخرج وخدمت كاي انسان كاي واحد, خدمت في شحال من حرفه يعني, خدمت بزاف حرفات, خدمت في البناء وخدمت في اصلاح الدراجات وخدمت في الصباغه يعني كاي واحد ولد الشعب كيخدم في كل شيء ما خصك ديباني باش تجيب نهارك وصافي. دا هو ليسونسي بالنسبه لي. ايام زواج وعندي جوج بنيتات والحمد لله المهم عايشين. بليبار الاغاني ما فيهمش شي كلام اللي خاسر, ما فيهمش شي حاجه. البليبار الاغاني قبل ما نغني الاغنيه كنعرف بان راه غادي تسمعها امي وتسمعها اختي وتسمعها مرتي وتسمعها جيراني, يعني ما كنغني الاغنيه حتى كنكون عارف اش غادي نقول فيها. بالنسبه للزوجه انا كاتب اغاني بزاف وربما ما نقدرش نحدد لك شي وحده, المهم ضروري كيكون شي مقطع في شي اغنيه كنوجه لها مقاطع اغاني اللي وجهت لها. بحال كنكون في واحد الاغنيه ضحكات لالا وبانوا السنان, خدوج تغير عليا وخدود لالا ورده بالنعمان تفاح في بلاد جباله. الدره ديالك المود الشعبي يعني ان الفنان إلا كنتي ولد الشعب يعني كتبقى ولد الشعب, لأنك ما كتكبر على حتى شي واحد في هذا الشعب وكتحس راسك بحال داك اللي كيتفرج فيك, ما كاينش فرق بينك وبينه يعني, وكتبقى واحد منهم وخير دليل راك تفرجتو الفيديو وشفتو بأن ما كاينش الفرق يعني أن هذيك ولد الشعب هذيك كتعطيك ولد الشعب. وإنما أنا من منطقة عرفوت, أنت عرفوت ما كيتبدلوش, أنا صحراوي وأنتم كتعرفوا الصحراوي كي دايرين ما كيتبدلوش كيما تعرفوني ما يدار توضا. والحمد لله منطقتنا معروفة بهذا الشيء, معروفة بالجود والكرم وكل شيء, وتحية كاع الناس عرفوا كاع المنطقة اون جينيرال كاع وحبابنا وصحابنا كاملين المنطقة. علاش لا اي واحد راه كيفكر في شي حاجة باش يزيد بلاد كله قدامه ويزيد بالناس اللي فيها اللي قدامه وعلى الأقل ترفع لهم الراية ديالهم ما يبقاوش مهمشين. كتعرف منطقتنا, حنا منطقتنا فيها عين السياحة هي سياحية, وثاني حاجة هي كتعتمد على البلاي بارك, يعتمدوا على التمور يعني منطقة كتنتج التمور يعني, هادو المشاريع تقدر دير فيها يا إما تستمر في المنطقة في السياحة ولا في شي حاجة ديال التمور. هادشي اللي كاين. إلا جاني العرض ديال الموازين وعيطوا عليا غادي نوافق وغادي نطلع على قبل الجمهور والناس اللي كيدعموني على ولاد الشعب. بالنسبه للستيل هو ماشي راي وماشي شعبي, هو الستيل كاين في المنطقه عندنا حنا كيتسمى بالبلدي, حنا طورناه يعني حافظنا على الايقاع والكلام بالحق, جبنا كلام جديد وكلام شبابي اللي يقدر اي واحد يتصنت له. بالنسبه للاغاني الاخرين اللي عندي اغاني في بزاف مواضيع, كاين اللي كتهضر على قصص هكذا قصص حب, كاين اللي كتهضر على المعاناه ديال الشباب, المعاناه ديال الهجره, المعاناه ديال التخدير المخدرات, يعني بزاف من القصص بزاف تقريبا فوق 50 اغنيه. ما معروفينش معروفين في منطقتي ما معروفينش هنا, ربما اللي كاين بزاف الاسباب ان المنطقه هنا عندنا ما كاينش استوديوهات, كاين ضعف امكانيات, كاين بزاف حوايج اللي كتخليك ما يمكنش توصل لجميع الناس في المغرب. حتى حضرات دابا الحمد لله هاد العلماء وهاد الشيء والصفحات الالكترونيه وداك الشيء باش تشرات الاغنيه وتعرفات. بلي بار كنشوف شي وحدين شي افكار اللي كاينه في مجتمعنا وكتكون واقعه في المجتمع ديالنا وكتحاول دير عليهم اغنيه. ان شاء الله غادي نطوروا الاغاني ونطوروا بزاف الحاجات ونعاودوا نطوروا حتى الطريقه ديال, غادي نحافظوا على الايقاع وغادي نطوروا الطريقه ديال الخدمه باش كيتسمعوا الاغاني باش نقدروا نوصلوا من شي بلايص اخرين ماشي في المغرب, باش يقدروا يوصلوا حتى شي بلايص خارج المغرب. دي كاع الناس في براير وحبابنا وصحابنا اون جينيرال, وتحيه لكم من عندي يونس البولماني. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.